ومن اليد للكوره، وبنتكلم على قرعه دوري ابطال افريقيا، واللي النهارده اسفرت عن التالي: الاهلي والزمالك. ودايما الجدل بتاع كل سنه في القرعه، الوقت اللي زي ده كده كل واحد فيها بيبقى شايف من وجهه نظره قد ايه انه الموضوع صعب من وجهه نظره. تعالوا نشوف الاهلي وقع مع مين والزمالك وقع مع مين، وبعدين عندنا مداخلات مهمه جدا جدا. الاهلي زي ما حضراتكم تابعتم وعارفين موجود في المجموعه الاولى مع المريخ السوداني، سيمبا التنزاني، فيتا كلاب الكونغولي. المجموعة الثانية فيها شباب بلوزداد الجزائري، الهلال السوداني، ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، ومازيمبي الكونغولي. المجموعة الثالثة كايزر تشيفز الجنوب افريقي، بترو اتلتيكو الانجولي، حوريا كوناكري الغيني، والوداد المغربي. المجموعة الرابعة الزمالك تونجت السنغالي، مولودية الجزائر، والترجي التونسي. طيب نشوف كده بقى مع حضراتكم المواعيد بالكامل بتاعه وترتيب المباريات بتاعتنا، بتاعه الاهلي وبتاعه الزمالك ان شاء الله باذن الله في دوري ابطال افريقيا. الجوله الاولى للاهلي هتبقى قدام المريخ السوداني يوم 13 او 12 فبراير 2021 بمشيئه المولى. الجوله الثانيه الاهلي هيروح يلعب سيمبا بره يوم 23 فبراير في نفس السنه. برضو الجولة التالتة الأهلي هيلعبها هنا على ملعبه يوم 5 أو يوم 6 مارس قدام فيتا كلاب. هيروح بعد كده الأهلي يلعب فيتا كلاب هناك يوم 16 مارس، وبعدين هيطلع يوم 2 أو يوم 3 إبريل يلعب المريخ السوداني في الجولة الخامسة، بعدين الجولة السادسة هتبقى أحد أيام 9 أو 10 إبريل، وهتبقى أمام سيمبا التنزاني هنا في مصر. نروح بقى نشوف مبارياتنا مع الزمالك وترتيبها عامل إزاي. الجولة الأولانية للزمالك بمشيئة الله تنطلق هنا في مصر في القاهرة أحد أيام 12-13 فبراير أمام مولودية الجزائر، مباراة قوية. الجولة الثانية 23 فبراير تونجيت والزمالك، الزمالك هيخرج يلاعب بطل السنغال. بعدين الزمالك برضو هيطلع يقابل الترجي التونسي أحد أيام 6 أو 5 مارس. الجولة الرابعة الزمالك هيلعب هنا بقى على أرضه يوم 16 مارس، بعدين يخرج يواجه مولودية الجزائر يوم 2 أو 3 إبريل، ويختتم مبارياته هنا أمام بطل السنغال يوم 9 أو يوم 10 إبريل بمشيئة الله.